مملكة البحرين السيد مدحت جابر من جمهورية مصر العربية، السيد محمد أسيدهم من المملكة المغربية، السيد راشد آل علي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد سفيان طه من دولة فلسطين. بداية سنشهد اليوم شوط المهرات بعمر سنة الفئة ألف. نترككم بداية مع استعراض المهرات المشاركات في هذا الشوط، ولنا عودة مع انطلاقة الشوط. البطولة هنا في بطولة ظفرة لجمال الخير العربية، البطولة التي ذكرنا أنها تجرى هنا في منطقة ظفرة. تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعم هذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة
وإعطائها المكانة اللائقة. شوط سنشهد مشاركة 16 مهرة. الشوط الأول الفئة ألف منافسات هيد على بناء على الأسماء المذكورة في هذا الشوط. منافسات قوية سنشهدها بمشيئة الله. شكرا أكيد للجان المنظمة واللجة المنظمة في هذه البطولة على التنظيم الرائع. اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس اللجنة العليا. إذن الآن أمامنا مشاركة أول المهرات رقم واحد. الآن في أرضية الميدان سأخذ جولتنا في أرضية الميدان واستعراض أمام اللجنة التحكيمية. من المهرة بعد نأخذ جولته والآن أيضا تعليمات حكم الساحة دكتور سامح أيضا لإعطاء المهرة. الآن مجال للتقييم من قبل اللجنة. من قبل اللجنة ونظر لي المعايير معايير تقييم الهوية العربية والرأس العنق أيضا والجسد والقوائم. وشاهدنا أيضا الحركة كيف كانت حركة المهرة. We'll be right back.
إذن انتهى تقييم المهرة رقم واحد، والآن مع مشاركة المهرة رقم اثنين في أول أشواط هذه البطولة، بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية التي نذكر أنها تستمر حتى 27 من هذا الشهر. انطلاقه للمهرة وأخذها أيضا الجولة الأولى في أرضية الميدان، شاهد ونتابع. دكتور سامح بدير والسيد عيض المنهالي أمامي على الشاشة، وأيضا لمسؤول ساحة العرض الدكتور عبد الوهاب بن عميرة، كل التحية. وهنا أيضا مشاركة لهذه المهرة اللي أمامنا، جولة في أرضية الميدان، المهرة رقم ثلاثة. إذن أول نتائج أمامنا للمهرة رقم واحد، شودة الشذا لعمار حسين عيسى الدرمكي في الهوية العربية، 18.5 من قبل 5 حكام، 19 من الحكم السادس، الرأس والعنق 18.5 من 5 حكام، 19 من الحكم السادس، الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام، 17.5 من الحكم السادس، القوائم 15.5 من 5 حكام، 15 من الحكم السادس، والحركة جاءت ب 19 من 4 حكام، 18.5 من حكمين، بمجموع 89.38. أول النتائج شودة الشذا لعمار حسين الدرمكي 89.38، شودة الشذا فور ذا اونر عمار حسين الدرمكي 89.38. وينتهي تقييم المهرة رقم ثلاثة، والآن بانتظار مشاركة المهرة رقم أربعة. ثاني النتائج، إذن ثاني النتائج لوديمة الشذا المهر رقم اثنين لعمار حسين عيسى الدرمكي في الهوية العربية 18.5 من 3 حكام، 19.5 و 19 من حكمين، الرأس والعنق 18.5 و 19 من 5 حكام، الجسم والانسيابية 17.5 من 3 حكام، 18 من 3 حكام،
القوام 15 من 3 حكام، 15 ونص من 3 حكام، والحركة جاءت ب 18 ونص من 3 حكام، 18 من حكمين، 19 من الحكم السادس بمجموع 89.13. وديمة الشذا فور ذا اونر عمار حسين الدرمكي 89.13. التي تقام هنا في منطقة ظفرة، منطقة جميلة أيضا، منافسات قوية سنشهدها وجوائز مالية، لكن أكيد 20,000 درهم لأصحاب المركز الأول في كل شوط. جوائز خاصة بالمربين المواطنين يستاهلون، يستاهلون. إذن انتهى تقييم المهرة رقم 4، بانتظار الآن مشاركة المهرة رقم 5. شارك الآن المهرة رقم 5. وضعنا الآن مرحلة التقييم ووضع النقاط، والآن هنا أمامنا العارض وبحاولة لجذب انتباه المهرة. شارك أكيد من 500 خيل ل223 مالك، وأيضا أبرزها جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد للمواطنين، وأيضا تخصيص جوائز أخرى لأفضل 7 عارضين مواطنين وتكريمات عدة في هذه البطولة. هنا أيضا مشاركة من المهرة رقم 6. شاهد الآن أمامنا هذه المهرة، الدوران الأول في هذه البطولة التي تأتي
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حول ترسيخ وتجسيد نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه في إعلاء شأن الخيل العربي وأكيد تكريس المكان العريقة باعتباره جزء من الموروث الشعبي. هنا أمامنا أيضا نتيجة أخرى للمهرة رقم 3 شيخة الرحبة لمحمد عمر عبد الله الصيعري في الهوية العربية 19 من قبل 5 حكام 19.5 من قبل الحكم السادس الرأس والعنق 19 من 3 حكام 19.5 من 3 حكام الجسم والانسيابية 18 بإجماع الحكام القوائم 15.5 من 5 حكام 15 من الحكم السادس وجاءت الحركة ب 19 من 4 حكام 18.5 من حكمين بمجموع 90.63 نقطة شيخة الرحبة فور ذا اونر محمد عمر الصيعري 90.63 إذن شيخة الرحبة الآن تتصدر وتتقدم الآن بهذه النتيجة شاهد أمامنا الآن مرحلة التقييم أيضا للمهرة رقم 6 هنا الآن تظهر أمامنا نتيجة المهرة رقم 4 عواش لأحمد راشد محمد الصريدي في الهوية العربية 18.5 من قبل 3 حكام 19 من 3 حكام الرأس والعنق 18.5 من حكمين 19 من 4 حكام الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام 17.5 من حكم السادس القوائم جاءت ب 15.5 من 4 حكام 16-15 والحركة 18.5 من 5 حكام 18 من الحكم السادس بمجموع 89.63 عواش فور ذا اونر احمد راشد محمد الصريدي 89.63 هنا أمامنا الآن نتيجة المهرة رقم 5 وصال الشذا أيضا لعمار حسين عيسى الدرمكي في الهوية العربية 19 من 5 حكام 18.5 من الحكم السادس الرأس والعنق 18.5 من 4 حكام 19 من حكمين الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام 18.5 من الحكم السادس القوام 15.5 بإجماع الحكام والحركة 19 من 5 حكام 19.5 من الحكم السادس بمجموع 90.13 وصال الشذا فور ذا اونر عمار حسين الدرمكي 90.13 شاهد هنا المهرة رقم 7 شاهدنا كيف كان أداء في أرضية الميدان وهنا الآن مرحلة التقييم ووضع النقاط من قبل لجنة التحكيم نشاهد ونتابع أكيد لجنة التحكيم أعضاء اللجنة الفنية في البطولة كوادر مميزة أيضا من الدول العربية كل التحية لهم كوادر المتميزة التي تشارك في هذه البطولة شاهد الآن نتيجة المهرة رقم 6 إيفا الصيعر لعبد الرحمن عبد الله حسن بامجبور الصيعري في الهوية العربية 18.5 من قبل 3 حكام 19 من 3 حكام الرأس والعنق 18.5 بإجماع الحكام الجسم والانسيابية 18 و 17.5 من 5 حكام القوام 15.5 من قبل 5 حكام و 15 من الحكم السادس والحركة جاءت ب 18.5 من 5 حكام 19 من الحكم السادس بمجموع 88.75 إيفا الصيعر فور ذا اونر عبد الرحمن عبد الله الصيعري 88.75
أيضا المهرة رقم 8 وتأخذ جولتها هنا في أرضية الميدان. أيضا نشيد أيضا بالمتابعة الحثيثة من نائب رئيس اللجنة سعادة خليفة عبد الله النعيمي، كل التحية للسيد خليفة النعيمي على أيضا المتابعة في هذه البطولة وأيضا التوجيهات سعادته في هذه البطولة، بطولة الظفرة، ومن سيظفر هنا بالظفرة بالجوائز والمراكز الأولى سنشاهد ونتابع. هنا أمامنا التقييم للمهرة رقم 8، إذن تنتهي مشاركة المهرة رقم 8 والآن مع مشاركة المهرة رقم 9. فاتنة الرحبة على المهرة رقم 7 لعمر عبد الله حسن بومجبور الصعيري بنوية العربية 19 من 5 حكام، 19 نصف من الحكم السادس، الرأس العنق 19 بإجماع الحكام، الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام، 18 ونص من الحكم السادس، القوام 15 ونص من 4 حكام، 16 من الحكمين، وجاءت الحركة بإجماع الحكام 19 نقطة بمجموع 90.63 نقطة. فاتنة الرحبة فورد أونر عمر عبد الله الصعري 90.63. إذا فاتنة الرحبة الآن في الصدارة وتنتزع الصدارة، بعدما كانت الصدارة عند شيخة الرحبة الفاتنة الآن في المقدمة. شاهد الآن المهرة رقم 9 في مرحلة التقييم ووضع النقاط. ذكر أن المعايير التي يعتمد عليها الحكام الهوية العربية، ايضا الراس والعنق من المعايير، هنا ايضا العارض حاول ايضا لتهدئه المهره لتناص النقاط ووضع الملاحظات ايضا من قبل اللجنه. شاهد الآن نتيجة المهرة رقم 8 الأريام غياثي لراشد حجي الكعبي في الهوية العربية 19 من قبل 5 حكام، 19 نصف الحكم السادس، الرأس والعنق 19 من قبل 5 حكام، 18 نصف الحكم السادس، الجسم والانسيابية 18 من 4 حكام، 17 نصف الحكمين، القوائم 15 نصف من 5 حكام، 16 من الحكم السادس، وجاءت الحركة ب 19 نصف من قبل 4 حكام، 20 في مجموع 91 نقطة. الأريام غياثي فورد أونر راشد حجي الكعبي 91. إذن الأريام الآن في المقدمة والصدارة الآن عند الأريام غياثي. هنا الآن مشاركة من المهرة رقم 10. الأريام غياثي حققت نتيجة طيبة في الحركة 20 نقطة من قبل حكمين، تتصدر يعني تقنع وتعجب وتتصدر. We'll be right back.
أيضا كيف كان أداء هذه المهرة رقم 10، كيف كانت حركتها والآن تصل إلى وضع النقاط. هنا أمامنا أيضا نتيجة أخرى للمهرة رقم 9، زار الساد لعادل عمر المرزوقي في الهوية العربية 19 بإجماع الحكام الرأس والعنق، 19 من قبل 5 حكام، 19.5 من قبل الحكم السادس، الجسم والانسيابية 18 من 3 حكام، 18.5 19 17.5 القوام، 15.5 من 3 حكام، 16 من حكمين، 15 من حكم السادس، والحركة جاءت ب 18.5 من 4 حكام، 18 من حكمين، بمجموع 90.13. زار الساد فور ذا اونر عادل عمر المرزوقي 90.13. دعم كبير من أكيد سمو الشيوخ من لهذه الرياضات وبطولة أكيد بطولات الجمال العربي، تعزيز مثل هذا النوع من الرياضات أيضا، وهذا الموروث الشعبي اللي يستاهل منه أكيد المحافظة عليه. دائما دولة الإمارات هي تعد هي الأولى النتائج أيضا وأيضا الانتصارات المتتالية من قبل الفارسيين أيضا وفي مختلف الرياضات المختصة برياضات الخيل، سواء كانت الفروسية أو جمال الخيل العربية، نشهد التفوق دائما دولة الإمارات في هذه الرياضة. وهنا تنتهي مشاركة المهرة اللي أمامنا رقم 11. بانتظار مشاركة نعم تشارك الآن المهرة رقم 12. هي الجولة الأولى في أرضية الميدان. أمامنا الآن نتيجة المهرة رقم 10 MK القاهرة لمحسن حسين عمارة في الهوية العربية 19 من قبل 5 حكام، 18.5 من الحكم السادس الرأس والعنق، 19 من 4 حكام، 18.5 من الحكمين، الجسم والانسيابية بإجماع الحكام 18 نقطة، القوام 15.5 بإجماع الحكام، وجاءت الحركة ب 18.5 من قبل 5 حكام، 18 من الحكم السادس بمجموع 89.88. MK القاهرة فور ذا اونر محسن حسين عمارة 89.88. هنا التقييم ونشاهد أيضا العارض، وهنا المحاولة لي أيضا جذب انتباه المهرة لتحقيق الاستقالة المطلوبة في الرأس والعنق. We'll be right back.
نتيجة المهرة رقم 11 القطوف لعتيق سالم صبيح النعيمي في الهوية العربية 18.5 من قبل 3 حكام، 18 من قبل 3 حكام الرأس والعنق بإجماع الحكام 18 نقطة، الجسم والانسيابية 17.5 من قبل 5 حكام، 17 من الحكم السادس، القوائم 15.5 من 4 حكام، 15 من حكمين، وجاءت الحركة ب 18.5 من 3 حكام، 18 من 3 حكام بمجموع 87.38. القطوف وردونر عتيق سالم النعيمي 87.38. مشاركة للمهرة رقم 13. شاهدنا جولة المهر اللي أمامنا في أرضية الميدان. هنا الآن التقييم ووضع النقاط. وننتظر أمامنا أيضا نتيجة المهرة رقم 12 ALR فجر لمحمد يوسف محمد الرشيد في الهوية العربية 19 من 3 حكام، 19.5 من الحكمين، 18.5 من الحكم السادس، الرأس والعنق 19 من قبل 4 حكام، 18.5 19.5، الجسم والانسيابية 18 من 4 حكام، 18.5 من حكمين، القوائم 15.5 من قبل 4 حكام، 16 من حكمين، والحركة بإجماع الحكام 19 نقطة بمجموع 90.88. ALR فجر فور ذا اونر محمد يوسف الرشيد 90.88. هنا ايضا امامنا المهرة رقم 14. تبقت لنا مهرتين في هذا الشوط. الشوط الاول للمهرات بعمر السنة الفئة الف. ومن الآن تظهر نتيجة المهرة رقم 13 سارية الدار لمحمد الجوعان سالم الشامسي من الهوية العربية 19.5 19 من قبل 5 حكام، الرأس والعنق 19.5 19 من 5 حكام، الجسم والانسيابية 18.5 من حكمين، 18 من 4 حكام، القوام 15.5 من 5 حكام، 16 من الحكم السادس، والحركة 18.5 من 5 حكام، 18 من الحكم السادس،
بمجموع 90.13 نقطة. سارية الدار فور ذا اونر محمد الجوعان الشامسي 90.13. نشاهد هذه المهرة في آخر دوران لها في أرضية الميدان. شاهد هنا أمامنا المهرة رقم 15 ينتهي تقييمها بانتظار آخر المهرات في هذا الشوط. المهرة رقم 16 هنا الآن على الشاشة نتيجة المهرة رقم 14 بلقيس الهبوب لأحمد سعيد محمد الهاملي بلويد العربية 19 من 4 حكام 19.5 من الحكمين في الرأس والعنق 19 من 3 حكام 19.5 من الحكمين 18.5 جسم الانسيابية 18 من 5 حكام 18.5 الحكم السادس القوائم 15.5 من الحكمين 15 من 3 حكام 16 من الحكم السادس والحركة جاءت ب 19.5 من قبل 5 حكام 18.5 19.5 من قبل 5 حكام 18.5 من الحكم السادس بمجموع 91 نقطة. بلقيس الهبوب فور ذا اونر احمد سعيد الهاملي 91 كان في الصدارة بلقيس الهبوب. شاهدنا اخر المهرات المشاركات رقم 16 بانتظار النتائج ونتيجة المهرة رقم 15 خود الهواجر للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري. This program is offered by إذن نشكر أيضا طاقم اللجنة التحكيمية على أدائهم في هذا الشوط الأول. هنا أيضا نتيجة المهرة رقم 15 أمامنا خود الهواجر للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري في الأوية العربية 19 من 4 حكام 19.5 من الحكمين الرأس العنق 19 بإجماع الحكام الجسم الانسيابية 18 من 4 حكام 18.5 من الحكمين القوائم 15.5 من 5 حكام 15 من الحكم السادس وجاءت الحركة ب 19 من الحكمين 19.5 من 4 حكام بمجموع 91.13 خود الهواجر فور ذا اونر دكتور غانم محمد عبيد الهاجري 91.13 إذن الصدارة ويخطف الصدارة وتخطف الصدارة خود الهواجر دكتور غانم الهاجري 91.13
للمهارات بعمري السنة ألفية ألف. إذن تظهر أمامنا نتائج العشرة الأوائل في هذا الشوط. الشوط الأول للمهارات بعمري سنة، المركز الأول خوذ الهواجر لدكتور غانم محمد عبيد الهادري ب 91.13. المركز الثاني بلقيس الهبوب ب 91 نقطة. المركز الثالث الأريام غياثي 91 نقطة. المركز الرابع لإلآر فجر ب 90.88 نقطة. والمركز الخامس فاتنة الرحبة ب 90.63 نقطة. المركز السادس شيخ الرحبة ب 90.63 نقطة. المركز السابع وصال الشذا ب 90.13 نقطة. والمركز الثامن سارية الدار ب 90.13. والمركز التاسع زار السعد ب 90.13. والمركز العاشر إمكي القاهرة ب 89.88 نقطة. يبارك للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في هذا الشوط، ويسرنا دعوة سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية للتفضل بتتويج الحاصلين على المراكز العشرة الأولى. والناموس أيضا للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، والمركز الأول في أول الأشواط هنا في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية. شاهد أمامنا أيضا اللقطات التي تؤخذ، وسعادة ناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أمامنا، وأيضا سعادة محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية